جينا نجري لقينا البيوت كما تشاهد يعني مدمرة ونازلة في الأرض، وبدأت عملية اللي هو إخراج الجرحى أو الناجين والشهداء طبعا. للأسف يعني ما في أي مكان آمن في قطاع غزة، هذا بيت يأوي نازحين وناس يعني مدنيين ما لهاش علاقة، وبيت قريبنا نفس القصة، فيعني ما فيش أي مكان في قطاع غزة آمن يا ابني، لأنه هذا عدو لا يرحم يعني.